شكك إيقوت أردوغدو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي يشكل أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، شكك في صحة معدلات التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقتنع بأن معدلات التضخم هي فقط تلامس 12%. قال أردوغدو إن هذه الأرقام ليست صحيحة بالمرة ولا يمكن لأحد أن يقتنع بها في ظل غلاء المعيشة التي وصفها بالفاحشة، انتهاء بالرواتب ودفع الإيجار والفواتير المختلفة. أضاف المسؤول الحزبي التركي أن المواطنين الأتراك اضطروا للعيش في العام المنصرم عام 2019 تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية مع ارتفاع لجميع المنتجات بشكل كبير. يذكر أن الأيام الأخيرة كانت قد شهدت تأثر سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية التركية ليصل سعر صرف الدولار لأعلى مستوى له على مدى الأشهر السبعة الأخيرة، وارتفع سعر صرف العملة المحلية التركية ليلامس 6 ليرات للدولار الواحد.